من ضمن التعليقات، انا عملت عمليه الحاجز الانفي من 5 شهور ورجع ضيق التنفس وقت النوم من جهه اليسار اكثر من اليمين، هل كده ممكن احتاج اعمل عمليه تاني؟ الحقيقه ده اللي يقول عليه الدكتور اللي يجي يتابع الحاله بتاعتك، هي الفكره انه من 5 شهور لسه المنطقه دي فيها بالنسبه لك فيها بعض الاثار العمليه، العمليه بتاخد وقت عشان كل الحاجات الافرازات بتبقى جوه. بالنسبه لضيق التنفس والحاجات دي كلها، ممكن انت بالنسبه لك انت عندك احساس داخلي ان في ضيق في التنفس ومفيش حاجه، او في ممكن افرازات في جهه اليسار يعني موجوده عن جهه اليمين، فهي ده اللي بتعمل لك احساس ان عندك ضيق في التنفس. فخلي بالك في اسباب كتيره جدا، في ممكن سبب يكون اصلا عندك حساسيه، فمهما تعمل عن عمليه حاجز انفي واستعدال والكلام ده، استحاله ان ضيق التنفس هيروح لان عندك حساسيه، فدي ملهاش علاقه بدي. فنصيحتي ليك روح لدكتور تاني بس يبص على الدنيا ماشيه ازاي ويشوف العمليه الاولانيه مشيت ازاي، وهو ده ان شاء الله اللي هيعمل فرق. لكن بلاش ترهق نفسك بكتر التفكير هل العمليه فشلت والكلام ده ومحتاج اعمل عمليه تاني. لا، مش محتاج تعمل عمليه، الحاجز الانفي بالذات هي خلاص ثبتت والدنيا اتظبطت خلاص، الا بقى لو قدر الله في كسر او حاجه، فمش هترجع ولا هتبوظ باذن الله، والف سلامه.